بتنادي سكون تعالوا سكوني يا ولادي ربوع بلادي علينا بتنادي سكون تعالوا سكوني يا ولادي بلادي بتنادي وصلنا شجرة واستقبلتنا مدينة كغيرها من مدن المملكة اللي جمعت بين الماضي العريق بأصالته والحاضر بمدنيته. تشكل محافظة شجرة مقر المحافظة الرئيسي وتقع في الشمال الغربي على بعد 190 كيلو متر شمال غرب العاصمة الرياض، وهي عاصمة إقليم الوشم. كانت شجرة أهم وأكبر بلدان إقليم الوشم في نجد، وما زالت حتى الوقت الراهن. يحدها من الشمال محافظة الغاط، ومن الجنوب محافظة مرات، ومن الشرق محافظة المجمعة ومحافظة ثادق، ومن الغرب محافظة الدوادمي. تبلغ مساحتها 4110 كيلومتر، وعدد سكانها 43300 نسمة. لمدينة شجرة تاريخ عريق، فهي أقدم المدن في إقليم الوشم في نجد، وبحكم موقعها الجغرافي تمثلت فيها كل ما هو مثير من آثار قديمة على مر العصور. ليس هناك تاريخ محدد يحدد نشأة مدينة شجرة، ولكن شأنها شأن بقية مدن منطقة نجد، حيث كانت عبارة عن مجموعة من الآبار كبداية يجتمع حولها الناس طلبا للسقيا ولتحويلها إلى مورد ماء مهم لهم ولمواشيهم. وما يؤكد على قدم هذه المدينة ما وجد من آثار ومخطوطات أثرية ونصوص وروايات ذكرها الأصفهاني، وهو من العلماء الذين ظهروا في القرن الثالث الهجري عن شجرة. ومن الدلائل الأخرى أيضا هو مرور الشاعر الأموي زياد بن منقذ عند مروره بشقرة في عام 100 للهجرة، فقال أثناء رحلته من اليمن متجها إلى منطقة سدير: متى أمر على الشقراء معتسفا، خل النقى من روح لحمها زيم. شقراء قال يسمونها من أول الأولين أم الوشم، يسابرونها من سدير ومن طول الله عمرك القرى اللي حولها كلها، وهي بلد تجاري واسعة تجارة على يكونها. كانت شجرة مدينة تجارية ومكانا يتردد عليه التجار من بلاد الشام والهند وبلاد أخرى. فها هو سوق حليوة الذي بني عام 1350 للهجرة، والذي يعتبر منذ القدم مقرا لالتقاء قوافل التجار، والذين كان يطلق عليهم قديما بالجماميل. كان وما زال السوق مكانا للبيع والشراء، وأيضا مقرا لالتقاء أهالي شجرة، علما أنه ليس بالسوق الوحيد في ذلك الوقت، بل سبقه سوق المجلس والقطعة. كان السوق الرئيسي في شجرة اسمه السوق المجلس، وهو قديم لا يعرف تاريخه. وعندما ضاق بالتجار وبالمتسوقين تم إنشاء سوق حليوة عام 1351 بطريقة صراحة جديرة بالاعتناء في ذلك الوقت، حيث اتفق أهل الحل والعقد أن يبنى من قبل 5 أثرياء من أثرياء البلد، بحيث أن يكون لهم نصف الدكاكين، بينما النصف الآخر يكون ريعه لمصالح البلد.
سميت حليوة والله أعلم لأنها جار المكان موقع جار لحايط أو نخل يسمى حلوة، فلأن قريبا منها سمي حليوة تصغيرا بحكم جوار ذلك الحايط. في العادة كان السوق حليوة أو المجلس كان مكان لارتياد أهالي البلد حتى لو لم يكونوا متسوقين، ففيه يتبادلون الحديث والأخبار، فكان مجلسهم الرئيسي في السوق. اهتمت بلدية المحافظة ومجلس الأهالي وبعض المهتمين بمشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بهذا السوق، وذلك لمكانته التاريخية والأثرية البارزة، فغالباً ما كان يحتضن المهرجان السياحي السنوي. ماض عريق لهذه المدينة وحاضر مزهر مع هذا التطور الذي تشهده مدن المملكة، فنالت نصيبها باتساع رقعة المباني والمخططات السكنية والسفلة والإنارة والحدائق العامة وتشجير الشوارع وتعدد الدوائر الحكومية المختلفة. ولشقرى إرث تاريخي خلف آثاراً متنوعة. قصر السبيعي، بني هذا القصر الواقع في الجنوب الغربي من البلدة القديمة عام 1327 للهجرة، ويعتبر معلماً أثرياً وتاريخياً ورمزاً من رموز أثار محافظة شقرى يفتخر بها أهلها، فهو تحفة معمارية ومقصد للسياح العرب والأجانب. بني القصر على الطراز الإسلامي الأندلسي، وكان محطة رحال المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ليتفقد فيها أهالي المدينة ويلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، ويعتبر مركزا ماليا لتوزيع العوائد السنوية من البر والتمر على القضاة والأمراء والأئمة والمؤذنين وأهل العادات السنوية في شقرى والوشم والسر. تتعدد المحاصيل الزراعية في هذه المدينة لأرضها الخصبة، حيث تتنوع المنتجات من الخضار والفواكه، وتتميز شقرى بمزارع النخيل التي تزود سوق الخضار بأنواع مختلفة من التمور مثل الخلاص والشيشي والصقعي والخضري والدخيني والصفرة وغيرها من تلك الأنواع اللي تمتاز بالطعم الجيد. الزراعة في محافظة شقرى تشتهر بكثرة النخيل اللي هي تشمل الخلاص والسكري، وخاصة مركز أشيقر التابع لمحافظة شقرى، وهذه المزارع فيها تنوع من النخيل والحمضيات متعددة، ولعل سمعتها خارج المحافظة يغني عن التعريف عنها. تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعليم وتدريب أبناء وبنات محافظة شقرى للوفاء بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وإثراء حركة البحث العلمي وتطوير الدراسات العليا، فتعتبر جامعة شقرى من أحدث الجامعات السعودية، وتضم 21 كلية موزعة في عدة محافظات ومراكز غرب مدينة الرياض، وهي شقرى وحريملة والقويعية والدوادمي وساجر وضرمة وعفيف. تطورت الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية على مدى سنوات طويلة من خلال الخطط التنموية الخمسية التي نفذتها الدولة، وتمكنت المملكة عن طريق المخصصات المالية الضخمة التي وفرتها من تطوير مستوى خدمات مستشفى شقرى وما يتبعه من المراكز الصحية. بني المستشفى على مساحة تقدر
أكثر من 49 ألف متر مربع وبسعة سريرية تجاوزت 150 سرير. تم بناء مستشفى شقرة العام لخدمة أهالي المحافظة، ويضم المستشفى العديد من العيادات، منها عيادة الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والولادة والقلب والأسنان والعظام وغيرها من التخصصات الطبية. تحتضن شقرة الكثير من الأماكن الجميلة والمناظر البرية الطبيعية الخلابة من مرتفعات جبلية وأودية وشعاب، وهذا أكسبها ميزة فريدة لهواة التخييم والتنزه في الرياض والنفوذ المسمى بالنفوذ الشرقي. تعتبر المدينة من أقدم بلدان نجد، حيث يعود تاريخها لما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها عدد من الشعراء والعلماء المشهورين. وفي عصر صدر الإسلام ذكرها الشاعر الحطيئة المتوفى عام 45 للهجرة. تزخر أشيقر بالآثار القديمة، حيث قام المهتمين من الأهالي بإعادة بناء وترميم بيوتها الطينية، وتضم عدداً من المتاحف، فقد أصبحت قبلة سياحية في منطقة الرياض، ولهيئة السياحة نشاط ملحوظ في الترويج لها كوجهة سياحية. يوجد بها منتزه أشيقر الذي يقع على جبل مرتفع يطل على البلدة من جهة الشمال، يسمى ضلع الجنينة. يحتوي المنتزه على استراحات وحدائق وصالة احتفالات وألعاب للأطفال وكثير من الخدمات الأخرى التي تهم مرتادي هذا المنتزه. من أشهر الأودية في البلدة وادي النميري الذي سكنه بني النمير من مئات السنين. النميري هذا سكنوه بنو نمير، قبيلة قديمة في العصر العباسي، في ما بين فترة 230-232 هجري. يحتوي الوادي على عدد من الحساوة، يعني يسمونها حسو، وهي قليبة لكنها سطحية جدا، يعني قامة ونص كذا، قامتين أحيانا، وهي مورد للبادية الآن، يعني في فترة من الفترات قبل الفترة هذه. هذا الوادي جميل جدا في فصل الشتاء وفصل الربيع، يأمه الناس ويعني يتمتعون بمناظر الطبيعة فيه ويجلسون ويرتاحون فيه كما هي جلستنا الآن. فهذا المسجد الجامع في البلدة القديمة، والذي يضم المدرسة الابتدائية القديمة، وذلك بعد ترميمها. تشتهر مدينة القصب منذ مئات السنين بإنتاج الملح الخشن، والذي يعتبر من أجود أنواع الملح وأفضلها لاحتوائه على العناصر الطبيعية المهمة. ويتم إنتاج الملح من خلال حفر حفرة تسمى بعين الجفر، وتملأ بعد ذلك بالماء حتى يتبخر الماء ويجف ويترسب الملح على السطح، ثم يتم بعد ذلك جمع الملح.
انتهت رحلتنا وفي داخلنا إحساس بمعاودة الزيارة مرة أخرى.